بهذا الفيديو راح ناخذ فد مثال بالاو او بي. هذا المثال راح نحاول نجمع به كل المفاهيم اللي تعلمناها باساسيات الاو او بي ونخليها في مثال واحد، ونشوف شلون راح نقدر احنا نوظف هذه المفاهيم ونستفاد من عدها في حل برامجنا بهذه اللغة. فالسؤال يقول مثلا write a program to represent the employee class. اذا يريد من عندي اسوي فد كلاس خاص بالموظفين. Then calculate the summation of three employee salaries. يريد من عندي انه اجمع رواتب ثلاث موظفين مجموع رواتبهم. بعدين يقول ضيف لي فد فقرة اللي هي عبارة عن عملية اللون او السلفة او القرض اللي احنا ممكن خلي نمثل عملية السلفة اللي راح نسحبها من رواتب الموظفين ونجمع هذا المبلغ ونعطيه الى موظف معين، ونشوف احنا شلون راح نسوي هاي العمليات البسيطة على الكلاس مالتنا. فاول فقرة واول خطوة لازم اول شيء نفكر انه نبني الكلاس. ثاني خطوة لازم ورا ما نكمل بناء الكلاس المتكامل لازم نبدي نعرف اوبجكتس ثلاثة يريد من عندي بالمين. وراها لازم انه احسب مجموع رواتبهم، وبالاخير نضيف انه لازم نسوي فد شيء له علاقه بالسلفه وناخذ سلفه من الموظفين وننطيها الى موظف معين. فاول شيء شلون راح نبني هذا الكلاس؟ طبعا بناء الكلاس مثل ما تعلمنا راح نبني فوق المين، نكتب كلمه كلاس اي ام بي وبدايه ونهايه، هذا هو الديفينيشن مال الكلاس بالسي بلس بلس. وراها بعد ما بنينا الديفينيشن او الهيكل الخاص بالكلاس نبدي نفكر بشغلتين. اول شغله اللي هي البيانات مال هذا الكلاس اللي لازم تكون برايفت، والشغله الثانيه اللي هي الميثودز او الممبر فانكشنز اللي لازم تكون بابليك حتى اقدر استدعيها من اي مكان بالبرنامج. فهو بالسؤال ما قايل لي شنو البيانات، فممكن اني افترض من عندي مجموعه من البيانات اللي هي راح تكون خاصه بالموظف. مثلا اي موظف لازم يكون عنده اي دي اللي هو مثلا رقم الهوية او الرقم التسلسلي لهذا الموظف بالشركة او المؤسسة المعينة، وكل موظف راح يكون عنده اسم مثلا، وراح يكون عنده ايضا ايج، وممكن يكون عنده ادرس اللي هو العنوان. واكو فد معلومة اني اقدر استخرجها من السؤال، ما دام هو يريد من عندي انه احسب سالاريز فلازم اني اضمن انه كل موظف لازم يكون عنده سالاري، فاذا اخلي السالري راح اسميه اس اي ال اختصارا. فكملت الخطوه الثانيه من خطوات بناء الكلاس وهي تعريف الداتا، ومثل ما نلاحظ خليناها تحت عنوان البرايفت عفوا. اذا ما كتبت برايفت السي بلس بلس راح تعتبر انه باي ديفولت البيانات هي برايفت، سواء كتبت او ما كتبت فهي تعتبر شنو برايفت، بس الافضل انه نكتبها حتى تكون واضحه. وراها نجي نفكر بالدوال، وقلنا الدوال او الميثودز او الممبر فانكشنز لازم تكون تحت عنوان البابليك، فلازم نخلي بابليك ونجي هنا نخلي الدوال كلها وحده ورا الثانيه الى ان ينتهي الكلاس. اول داله نفكر بيها مثل ما شفنا بالفيديوهات السابقه قلنا الداله الاساسيه اللي هي تبني او تهيئ المساحة للأوبجكت بالذاكرة وتنطي قيم ابتدائية إلى متغيرات الكلاس اللي هي دالة الكونستركتر. ومثل ما شفنا أنه دالة الكونستركتر من شروط بنائها لازم اسمها يكون على اسم الكلاس وما ترجع شيء، وممكن تأخذ بيانات، وهنا أنا عندي البيانات اللي ممكن تأخذها، ممكن أني أدزلها البيانات من تعريف الأوبجكت بالمين أو أقدر أخلي بيها هنا CN وأقرأ البيانات من الشاشة من المستخدم. فراح اسوي تو كونستراكترز، هو ما قايل لي بالسؤال سوي اثنين، بس انا راح اسوي اثنين حتى نسوي كونستراكتر اوفرلودنج، حتى نشوف انه احنا نقدر نسوي اكثر من كونستراكتر بالكلاس الواحد. فاذا كانت هذه الكونستراكتر اللي هي راح تستلم بيانات، فالمفروض اني استلم بيانات بجيت ذا نيد داتا. هاي البيانات راح استلمها من الاوبجكت اللي راح اعرفه بالمين، فمثلا راح استلم الاي دي اخذنا بالاي، وراح استلم الاسم راح اخذنا بالمتغير ان، وراح استلم الايج راح اخذنا بالمتغير اي، وايضا الادرس راح اخذنا بالمتغير دي مثلا، والسالري بالمتغير اس. ونلاحظ انه لازم تتطابق الداتا تايب، يعني ما يصير انه اني استلم سترينج واخليها بانتجر او استلم انتجر واخليه بسترينج، ما يصير، لازم يتطابق. هذا الاي يروح للاي دي، والان يروح للنيم، والاي يروح للايج، والدي يروح للادرس، والاس يروح للسالري. هذا وين استلمته؟
بالباراميتر بالجزء الارجومنت راح اسوي له passing by value من الاوبجكت الى الكونستراكتر. اجي هنا هذا الاي صار بي الاي دي مال الموظف اللي راح اعرفه، فاخليه المن انطي للاي دي الاساسي مال الكلاس بهذه الصوره، وكذلك النيم راح ياخذ منه الان اللي جتي من المين، وكذلك الايج راح ياخذ قيمه الاي اللي جتي من المين، وكذلك الادرس راح ياخذ قيمه الدي اللي جتي من المين، والسالري راح ياخذ قيمه الاس. وبهذه الصوره اكون اني كملت هذه الكونستراكتر. اذا اجي هنا أنا بالمين، خلينا نمسح هذه السي اوت، جيت عرفت اوبجكت، الاوبجكت راح يكون مشتق من هذا الكلاس، راح انطي رمز اي 1، راح ادز له بيانات مباشره. اذا الاول شيء طبعا شلون هاي البيانات راح يعني ادزها بيا ترتيب، حسب ترتيب الكونستراكتر ماتي حسب هذا الترتيب. فالمفروض اول شيء ادز انتجر يمثل منه، يمثل الاي دي، فهنا أنا لازم اول شيء ادز انتجر. وراها لاحظ هنا أنا هذه التول تيب تقول لي هنا أنا عندك انتجر، وراها دز لي سترينج اللي هو راح يمثل الاسم، وراها يريد اي اللي هو مثل الايج مثلا، وراها راح ندز منه الدي اللي هو السترينج راح يمثل ال ادرس، وكذلك هنا أنا السالري اللي راح يكون انتجر. فهذه عمليه شنو؟ عمليه ارسال هذه القيم راح تندز اثناء تعريف الاوبجكت، راح تستدعى الكونستراكتر اوتوماتيكيا وتستلم ذني القيم، تخزنها بذني المتغيرات، ومن ثم تنطي هذه القيم الى متغيرات الكلاس الاساسيه. هسه من اجي انفذ حتى اشيك انه الكود مالتي صحيح، ما بي مشكله، اذا شاشه التنفيذ ما بيها مشكله. هسه اذا اريد اطبع هاي البيانات اللي صارت هي بيانات الكلاس، اسوي داله الطباعه. اجي هنا وبعد هذه الكونستراكتر اسوي داله برنت طبيعيه، مثلا void print. هذه الداله مجرد تطبع بيانات الكلاس، مثلا اقول سي اوت the employee information هي end line، واجي اطبع هذه المعلومات بالسره، مثلا اقول الاي دي احط space name space مثلا age. لاحظ انه هنا انا دا اشتغل على من دا اشتغل على البيانات الاصليه مال الكلاس، هذني القيم اللي خلينا نقول بس مجرد استلمت من المين ونطت قيم للكلاس، بقيه الدوال بالكلاس كلها تتعامل ويا ذني الاصليات اللي انا معرفهن البرايفت. فهنا انا راح اطبع الاي دي والنيم والايج، وراح اطبع الادرس، وراح اخلي فراغ، وراح اطبع السالري واخلي اند لاين. هذه هي داله البرنت. هسه اذا نفذ ايضا ما راح تطلع لي المعلومات اللي اريدها اللي هي مال موظف، ليش؟ لانه انا بنيت داله البرنت بس ما استدعيتها. فاذا اريد اطبع معلومات الاي 1 اللي يمثل لي هذا الموظف لازم استدعي داله البرنت، فاقول اي 1 دوت برنت بارزه مقوطه. وبما انه داله البرنت هي داله بابليك، اذا اقدر استدعيها من المين او من اي مكان بالبرنامج اقدر استدعي هذه الداله. هسه من اجي انفذ راح تنطبع عندي معلومات الموظف اللي اني شنو؟ اللي اني نطيت له بيانات اثناء التعريف. زين، هسه كملنا هذا الاوبجكت الاول. من اني اريد اوبجكت ثاني نفس الكلام، طبعا هو بالسؤال يريد من عندي ثلاثه، فاقدر هنا أنا ابني ثلاثه، هذا اسميه اي 2، فاذا هذا اطبع لي معلومات الاي 2 عفوا هذا اي 3 وهذا اي 3. مثلا هذا ساره، هذا العمر والعنوان، مثلا الراتب 6000، مثلا هذا الاي دي مالته 2، هذا الموظف الاي دي مالته 3، مثلا احمد، مثلا الراتب مالته خلينا نقول 7. فهسه ايش صار عندي؟ بالمين عرفت 3 اوبجكتس، واحد اسمه اي 1 او الرمز مالته اي 1، واحد اي 2، اي 3. كل واحد من ذول الاوبجكتس عنده هاي المعلومات اللي دزيتها للكونستراكتر الخاصه بي. من استدعي برنت للاي 1 حيطبع لي معلومات الاي 1، من استدعي البرنت للاي 2 حيطبع لي معلومات الاي 2، وكذلك من استدعي البرنت المن للاي 3 حيطبع لي معلومات الاي 3. فهسه من اجي انفذ راح تطلع لي معلومات الموظفين ثلاثتهم اللي اني انطيتهم وين؟ بالكونستراكتر وطبعتهم بداله البرنت. هنا عندي هاي الكلمه مال employee info تتكرر،
لان انا وين حاطها؟ حاطها بداله البرنت، فداله البرنت تطبع لي هذه الكلمه وتطبع لي محتويات الاوبجكت، تطبع لي هذه الكلمه وهذه محتويات الاوبجكت. في كل مره استدعيتها ثلاث مرات راح تنطبع ثلاث مرات مثل ما موجود بالكود مال داله البرنت. هسه انا اذا اريد اسوي كونستركتر اخرى ام سي ان، شو نسوي؟ مثلا اجي هنا أنا اقول اي ام بي، ما دام هذه ام سي ان اذا ما ادزلها اي شيء، وبداخلها راح تكون بها كلمه سي اوت مثلا، اقول له انتر امبلوي انفورميشن، وهنا أنا اجي ورا ما اطلع له هذه العباره اقول له هسه دخل لي الاي دي والنيم والايج والادرس والسالري. هذه كونستراكتر اخرى. اذا احنا نقدر نسوي اكثر من كونستراكتر بالكلاس، وهذا الموضوع اللي سميناه احنا الكونستراكتر اوفرلودنج، انه عندي اكثر من وحده، وحده ممكن تستلم القيم ووحده ما تستلم قيم، وانما بها سي ان تقرا القيم من شاشه الادخال اثناء تنفيذ البرنامج. هسه انا من راح انفذ ما راح تشتغل هاي الكونستراكتر، ليش؟ لانه انا بالمين من عرفت الاوبجكت دزيت قيم، ما دام دزيت قيم راح تشتغل الكونستراكتر اللي تستلم قيم. اذا ردت مثلا بهذا الاوبجكت ما اشغل الكونستراكتر الاولى، اشغل الثانيه اللي هي هذه، شو اسوي؟ ما ادز قيم، اسوي هيج بدون اقواس وما ادز قيم. هسه هذا الايوان ما دام ما دزيت قيم راح يشغل الكونستراكتر الثانيه اللي هي ام سي ان اللي هي الفارغه ما تستلم شيء، هذا راح يشغل الاولى وهذا راح يشغل الاولى. فهسه من اجي انفذ راح تشتغل الكونستراكتر ام سي ان بالنسبه للايوان، قال لي انطيني المعلومات، راح اقول له مثلا واحد سيف مثلا العمر ومثلا الادرس بغداد والراتب 5000 انتر، وراها اشتغلت الكونستراكترات ذنيتشل الاي 2 والاي 3 دز المعلومات، وراها اشتغلت داله البرنت طبع لي المعلومات هذا الاول والثاني والثالث. فاذا اني اقدر اشغل اي كونستراكتر اريد بالاعتماد على اليمن على الاوبجكت من اعرفه، اذا ما ادس شيء تشتغل ام سي ان، اذا ادس شيء مثل هذه الحاله راح تشتغل الكونستراكتر اللي تستلم البيانات من عندي. تمام، هسه بقالي شنو؟ هسه بقالي انه اريد حتى الكلاس يصير كامل لازم نبني له داله ديستراكتر. تمام، داله ديستراكتر اللي هي راح تكون ايضا نفس اسم الكلاس ونبنيها ايضا داخل الكلاس، بس الفرق عن الكونستراكتر بيها هذه العلامه اللي اسمها تلدا، خلينا هذه العلامه. وحتى تشتغل الديستراكتر بصوره صحيحه لازم اخلي بها ثلاث، لازم اسوي بالكلاس ثلاث شغلات. الشغله الاولى لازم اسوي ديليت المن للديتا مال الكلاس، فاسوي ديليت للاي دي واسوي ديليت للنيم واسوي ديليت للايج وديليت للادرس وديليت للسالري اللي هي هذه الديتا اللي حجزها الكلاس بالذاكره، امسحها بعد ما انتهي من العمل مع الاوبجكتس. هذه الخطوه الاولى اخلي ديليت. الخطوه الثانيه اجي احول هاي البيانات الكلاس الى بوينترات، لان احنا قلنا ما نقدر نحذف فاريبلز عاديه، نقدر نحذف او نسوي دي الوكيت المن للبوينترات. فهذا يصير بوينتر، هذا يصير بوينتر، هذا بوينتر، والادرس بوينتر، والسالري بوينتر. وبكل مكان انا استخدمت بالكلاس هذه المتغيرات ما دام صارت بوينتر، اذا بقيه الكلاس ايضا لازم تصير بوينتر. يعني هنا ما يصير انا استخدمه بعد كفاريبل عادي، ايضا اسوي بوينتر بهذه الصوره، وايضا في داله السي ان لازم يتحول اي مكان انا مستخدم نيم ايج اي دي ادريس سال لازم بعد يصير بوينتر. وهنا أنا ايضا بالسي اوت راح يصير عندي بوينتر. هذه عندي شنو؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، الأولى قلنا شنو؟ نسوي ديليت بالديستراكتر، الثانية نحول بوينترات. الخطوة الثالثة ما دام استخدم الديليت هنا أنا لازم استخدم نيو وين؟ بال كونستراكتر. ما دام عندي اثنين كونستراكتر إذا هنا لازم أسوي نيو وهنا لازم أسوي نيو، لأن هاي الجملة هي مجرد تتعرف البوينتر. جملة النيو هي اللي راح تحجز لي مكان بالذاكرة لهذا البوينتر، مكان خاص اللي هو اسمه الهيب وليس الستاك اللي تخزن به المتغيرات الاعتيادية، يسموها المتغيرات الديناميكية، تخزن في مكان خاص يسموه الهيب. هسه من اريد اسوي نيو للاي دي شو اقول؟ اقول الاي دي يساوي نيو انتجر، تمام؟
name يساوي new string لازم يتطابق الـ data type والـ age يساوي new integer وعندي الـ address يساوي new string وكذلك شنو salary يساوي new integer. هذه الجملة تهيئ وتخزن أو تهيئ المساحة حسب حجم الـ data type اللي أنا بخصصه بالذاكرة اللي هي الهيب. زين هذا النيو قلنا ما دام عندي أكثر من constructor لازم أكررها بالconstructorات مالتي. فهنا أنا عندي نيو وهنا أنا عندي نيو. إذا كملت هذا الكلاس بنيت له destructor حطيت بها delete حولت كل شيء إلى pointerات وخليت نيو وين خليت لنيو بالconstructor مال الكلاس. هسه إذا أجي أنفذ راح نشوف البرنامج يشتغل بصورة صحيحة. زين هسه هو شو يريد من عندي؟ يريد من عندي انه ورا ما اكمل الكلاس انا كملت الكلاس هذا الكلاس كامل يريد من عندي احسب مجموع رواتب ثلاث موظفين. اذا انا شنو اريد اوصل؟ اريد اوصل لهذه القيم. اريد اسحب راتب E1 وراتب E2 وراتب E3 واجمعهم متغير اسميه سام مثلا واطبع هذا المجموع اللي هو السميشن مال هذه الرواتب. فاني اي معلومة اريد اسحبها مين اسحبها من الكلاس اسوي شنو؟ اسوي فدالة اسمها جتر. هذا الجتر ممكن تجيب لي معلومة من الكلاس. ليش اسوي جتر؟ لان انا ما اقدر اسوي هيجي يعني ما اقدر اجي هنا اقول انتجر مثلا E1 متغير او E1 سال متغير اسمه E1 سال يعني راتب الE1 واخزن بي اقول E1.salary. فاني ما اقدر اسوي هيك. ليش؟ لان هذا السالري برايفت ممنوع اوصل الى وين بالمين. اذا هذه الخطوه خطا. فاذا شو اسوي؟ بدل ما اوصل للمتغير مال كلاس اللي هو برايفت اسوي داله. الداله هي ترجع لي قيمه السالري. الداله بوبليك اقدر استدعيها. فراح اقول له هنا بالكلاس اجي ابني الداله داخل الكلاس اللي هي قلنا جتر راح تكون راح ترجع لي انتجر لان انا اريد ارجع سالري اسميها جيت سال مثلا. اوكي هذه الجتر اقولها بس هنا ريتيرن السالري وما ننسى انه السالري هو بوينتر فراح ترجع لي قيمه السالري حسب الاوبجكت اللي استدعي بيها حسب الاوبجكت. فاذا قلت هنا أنا هذا المتغير E1 سال يساوي E1 دوت شنو جيت سالري فراح يخلي لي الراتب مال إيوان اللي هو 5000 بهذا المتغير. أو أنا أصلا أقدر بدون ما أسوي متغير أسوي متغير اسمه سام اللي هو راح يكون المجموع المطلوب مني وأقول له أنت هذا السام راح يكون مجموع السالري مال إيوان زائد السالري مال E2 دوت جيت سالري زائد السالري مال E3 دوت جيت سالري. فهذه الدالة راح ترجع الراتب مال كل موظف اذا استدعيتها ضمن الإيوان راح ترجع لي 5000 اذا استدعيتها ويا الE2 راح ترجع لي 6000 اذا استدعيتها ويا الاوبجكت E3 راح ترجع لي 7 وتجمعهم والناتج تخزنه وين؟ هاي الستيتمنت الناتج راح ينخزن بهذا السام. اذا هنا انا اقدر اقول سي اوت ذا سميشن از او ذا سالري سميشن از وهنا أنا أجي أطبع هذا المتغير اللي عرفته اللي هو السام. من أجي أنفذ البرنامج مالتي هنا المفروض راح يصير عندي المجموع شقد 18 لأن 6 و7 راح يكون عندي 13 و5 18000 إذا مجموع رواتبهم هو 18000. إذا كملت أني هذا المطلب. طبعا هاي طريقة هو ينحل هذا البرنامج بأكثر من طريقة ينحل بالفرينت فانكشن ينحل بغير طرق بس هذه ابسط طريقه ممكن احنا نسويها. الفكره وين؟ الفكره انه اني اي معلومه احتاجها من الكلاس اسوي لها داله جيتر تجيب لي. اذا احتاجيت النيم اروح بالكلاس اسوي سترينج جيت نيم ريتيرن نيم بوينتر نيم. اذا ردت مثلا العمر اروح بالكلاس اسوي انتجر جيت ايج الى اخره. الجيتر ممكن شو تسوي لي؟ تجيب لي المعلومه واللي عكس هالداله الستر ممكن تعدل لي على المعلومه. مثلا اذا غلطت بالاسم هذا ممكن اسوي داله ستر وادز اسم جديد واعدل على معلومات هذا الاوبجكت اللي هو الاي 2. فالجتر والستر من الدوال الاساسيه اللي ممكن احنا نستخدمها وين داخل الكلاسات مالتنا حسب الحاجه. زين كملت هاي. شنو يريد بعد من عندي بالسؤال؟ يقول سوي لي فد شيء انه مثل انه تمثل فد نظام سلفه او فد شيء. احنا نعرف ان السلفه هي فد مقدار نقطعه من رواتب الموظفين
ونجمعه وبعدين ننطيه الى موظف معين. فمثلا اذا كانت السلفة هي خلينا نقول 500، مقدار السلفة 500، فالمفروض انا شو اسوي؟ مفروض اسحب 500 من هذا ومن هذا ومن هذا، راح يصير ايش قد النات واجمعها. هذا السحبته لازم اجمعها حتى يصير ايش قد 1500، وبعدين هاي 1500 اللي هي مقدار السلفة انطيها الواحد من عندهم، مثلا هذا او هذا او اي واحد، وبالشهر الثاني ايضا اسحب من عندهم وانطيها الواحد. هسه راح نسوي احنا الشهر واحد اختصارا للوقت، بس هي الفكرة راح تكون هي هذه. فشنو احتاج؟ راح احتاج هنا بالكلاس اعرف متغير ايضا راح يكون برايفت، اللي هو راح يكون اللون. هذا المتغير اللي راح يكون هو اللون، خلينا نسميه لون باعتبار هو السلفة، مقدار السلفة سميناه لون. نجي هنا ما احتاج ادزه، ليش ما احتاج ادزه؟ لان هو ثابت، ماكو داعي ادزه اني ويا كل اوبجكت، هو رقم واحد. فهنا راح اقول اللون خلي لي بيش قد 500 مقدار السلفة، اوكي اعطي قيمة مباشرة، ولازم اسوي له نيو، لان انا عرفته بوينتر يساوي نيو انتجر، تمام. وهنا ايضا بالكونستراكتر الثانية لازم ايضا اذا استدعيت ام السي ان لازم انطي قيمه هنا أنا بالكونستراكتر الثاني، وينها هذه، اوكي، ولازم اسوي له نيو حتى يتهيئ عندي بالذاكره. هسه شنو؟ خلينا نسوي فورمات للكود. فورمات هنا أنا شنو عندي احتاج؟ ايضا اقدر اسوي له ديليت من تشتغل عندي هذه الديستراكتر، اسوي له ديليت. هسه انا عرفت متغير اسمه لون ونطيته 500، اوكي، شريد اريد هذا ال 500 تستقطع من هذا الراتب ومن هذا الراتب ومن هذا الراتب، شو اسوي؟ اسوي داله، اوكي، داله شو تسوي؟ تنقص هذا الراتب من قيمه السلفه، وهذا الراتب من قيمه السلفه، وهذا الراتب من قيمه السلفه. فاجي اسوي هنا أنا مثلا داله هي void اسميها perform لون على سبيل المثال، يعني طبقي لي السلفة او نقصي من راتب الاوبجكت. فايش راح تسوي هاي بيرفورم لون؟ راح تقول انه الراتب الجديد هذا مال موظف يساوي نقصي لي منه ناقص يساوي مقدار اللون اللي هو 500، فراح تنقص من الراتب مال كل واحد حسب الاستدعاء مقدار 500، وهي ما ترجع شيء اذا هي void. فاجي هنا ورا ما اكمل اطبع هذا السام، خلي اخلي هنا اند لاين حتى لا تصير على سطر واحد، اند لاين اند لاين، زين. اجي هنا اذا ردت اطبق السلفه على هذا اريد يعني يصير 4.5 اخذ منه 500، شو اقول؟ اقول e1.perform لون، اذا يعني شنو؟ طبق لي السلفه على الاي 1، فمن يروح هنا ينقص perform لون سال يا سال مال اي 1 اللي هو 5000 راح ينقص، راح يصير 4.5 ويخزنه وين؟ يعني السالري الجديد مالته راح يصير 4.5. اذا ردت اطبق السلفة على الاي 2 فاذا نفس الاستدعاء استدعيها المن للاي 2 فراح ينقص لي 6500 والراتب الجديد راح يصير ايش قد؟ 5.5. اذا ردت اطبق السلفة على الاي 3 ايضا نفس الفكرة، راح ينقص الراتب مال الاي 3 اللي هو 7000 راح يصير 6500 والراتب الجديد هو 6500 لان نقص منه 500، زين. هسه طبقت السلفة سحبت 500 من ذولا كلهم حتى اشوف انه السلفة طبقت، هاي اطبع معلوماتهم من جديد حتى اشوف الرواتب مالتهم نقصت لو لا، فراح اقول e1.print هاي دالة البرنت اللي سويتها حتى اطبع المعلومات، واطبع معلومات الاي 2، اوكي، واطبع معلومات الاي 3، فالمفروض اشوف رواتبهم ذولا ثلاثتهم ناقصة 500 لان انا طبقت عليهم هذه الفانكشن اللي تسحب من عندهم 500. فمن اجي انفذ البرنامج مالتي الاحظ انه هنا شنو؟ هنا هذا هاي الطباعه الاولى، الطباعه الثانيه لاحظ انه هذا الراتب مالته كان 5000 صار 4.5، هذا الراتب 6000 صار 5.5، هذا الراتب ايش قد؟ 7 صار 6.5، اذا كل واحد سحبت منه عدلت على راتبه وسحبت 500. هسه شو اريد اسوي؟ اريد هذا اللي سحبته 500 ثلاث مرات انا سحبت 500. اريد شو اسوي؟ اريد اضيفها الى يعني متغير، يعني اريد اجمعهن، يعني هنا من سحبت 500 اوكي، هنا سحبت 500 اريد اجمعها ويا هاي ال 500 حتى تصير ايش قد؟ 1000، ومن هنا سحبت 500 راح تصير 1500 حتى تصير اجمع السلفه 1500، وراح انطيها لمن؟ انطيها لموظف معين. شلون؟ اقدر استفاد من ستاتيك فاريبل،
الستاتيك فاريبل الفيكه مالته انه دائما القيمه مالته ما تتصفر، كل ما استدعي الداله القيمه مالته تزيد. اذا اجي بالكلاس هنا انا اعرف المتغير انتجر ستاتيك، اوكي خلني اسميه توتال، توتال لون يعني قيمه السلفه الكليه، وما راح اسوي بوينتر، راح اسوي متغير اعتيادي. الستاتيك والكونستانت ما نسويها بوينترات لانه ما يصير نسوي لهم ديليت. زين هسه هذا توتال لون نوع ستاتيك. الستاتيك من شروطه حتى انطيه قيمه ابتدائيه اللي هي صفر لازم انطيه القيمه خارج الكلاس. انا اقول انتجر اسمه شنو توتال، توتال لون يساوي صفر، بس لازم شنو لازم احدد هذا التوتال لون منين جاي من يا كلاس، فاحط السكوب ريزولوشن اوبريتر واكتب شنو اسم الكلاس. فبيجي حاله هذا الستاتيك فاريبل انطيته بالبدايه صفر، بس اول ما شغل البرنامج راح ياخذ صفر، بعدين راح ازيد عليه 500 500 500 يصير قيمته 1500. فهسه خلينا ننفذ، خلينا نشوف الحل مالتنا لحد الان ما بي مشكله. هسه انا وين اريد ازيد هذا التوتال لون؟ اريد ازيده هنا من اخذ سلفه من موظف، مو سحبت سلفه، ازيد التوتال لون بمقدار 500. فراح اقول هنا التوتال لون، توتال لون زيد لي عليه مقدار السلفه. واني هذه الداله كم مره مستدعيها؟ هذه الداله 3 مرات. فاول شيء راح يزيد الصفر يضيف له 500، صار التوتال لون 500. هذا لانه هو ستاتيك، لو كان مو ستاتيك كان كل الحالات يبقى 500 ما يزيد. هنا انا ضفت 500 اول شيء، بالاستدعاء الثاني اللي هو هذا انضاف فوق ال 500 500 جديده صارت 1000، بالاستدعاء الثالث انضاف فوق ال 1000 500 جديده صار ايش قد؟ 1500. اذا انا قدرت احسب بالنتيجه، قدرت احسب التوتال لون يعني مقدار السلفه اللي ساحبها النهائي هو 1500. هسه اذا اريد اسوي اوبجكت رابع ايضا ادز له راتب واطبق عليه اللون، مقدار السلفه الكلي راح يصير 2000، لان 4 مرات راح اسحب 500 واخزنها بهذا الستاتيك فاريبل. هسه صار عندي مقدار السلفه الكلي، هسه شنو اريد اسوي؟ اريد مقدار السلفه الكلي انطيل واحد من ذوله، خلي انطيل الاي 2. هسه الاي 2 ايش قد راتبها ساره؟ ايش قد راتبها صار؟ المفروض هسه راتبها 5500، ماني اخذت منها سلفه؟ اذا هي راتبها 5500 وانطيتها السلفه الكليه اللي هي 1500، المفروض ايش قد تصير راتبها؟ يصير راتبها 5500 ويا 1500 يصير 7000، تمام؟ راتبها الجديد لان اخذت السلفه. فاذا اريد اطبق السلفه على هذه شو اسوي؟ ايضا اسوي داله، اسوي داله بالكلاس اسميها مثلا void، راح اسميها add total مثلا لون، يعني ضيف لي total لون الى هذا الاوبجكت. اد توتال لون راح تضيف لمن؟ ايضا راح تضيف للراتب مال الاوبجكت، راح تضيف لقيمه منه التوتال لون اللي هي صارت المفروض هسه 1500، راح تضيفها الى الراتب. فمن اجي اريد انطي هذا الموظف اي 2 انطي التوتال لون، اقول هنا انا اي 2 دوت شنو سميناها الداله اد، لو جيت نسيت اد سميناها الداله اد اي 2 دوت اد هذه توتال لون. اذا بهذه الحاله طبق لي ضاف لي التوتال لون اللي حسبته بالستاتيك فاريبل اللي هو 1500 على يمن على الاي 2 اللي هي منه ساره. فساره هنا نقصت 500 صارت 5500، بعدين هنا ساره نطيتها 1500 صارت ايش قد؟ 7000. فمن اجي هنا اطبع معلومات ساره اقول اي 2 دوت برنت المفروض راتبها يصير 7 لان نطيتها السلفه كامله، اوكي؟ فمن اجي انفذ راح نلاحظ انه هنا نشوف هاي معلومات ساره، هاي طبعا الطباعه الاوليه طباعه الموظفين اول، هاي الاوليه 3 رواتبهم هي هاي مثل ما دزيناها بالبدايه، بعدين طبعنا السميشن مجموع الرواتب حسب موجود بالسؤال يريد من عندي، وراها طبقت سلفه وطبعت معلومات، فكل واحد من عندهم نقص 500، هذه راتب ساره صار 5500. بعدين اثناء عمليه اقتطاع 500 من كل واحد زيدت فد ستاتيك فاريبل صار 1500 قيمته، بعدين هذا ال 1500 نطيته لمن؟ نطيته الى ساره، 1500 و 5500 راح يصير 7 اذا الراتب ساره صار 7. اذا اريد انطي مو ساره، اذا اريد انطي مثلا لاحمد شو اقول؟ بعد هنا انا عندي احمد هو اي 3، فاقول هنا انا اي 3 انطي توتال هذا التوتال لون.
واطباع معلومات اي 3. فالمفروض احمد ايش قد تصير قيمه راتبه النهائي؟ هو من نقص ايش قد صار 6.5 وانطيته 1500 راتبه صار 8. اذا هذا في البرنامج بسيط، احنا بس مجرد نريد نتعلم انه دائما هاي الاوبجكت شلون نتعامل وياها، شلون ندز قيم، شلون ممكن نسحب بيانات باستخدام دوال اللي يسموها جتر، وشلون مثلا اذا عندي سلفه، عندي قرض، عندي مثلا اي شيء انا ممكن افكر به اقدر اسوي داله بسيطه. هذه الدوال كلها اللي سويتها تشتغل على متغيرات الكلاس الاصليه، وعندي الستاتيك فاريبل استفاديت من عنده لانه عباره عن متغير دائما يحتفظ بالقيمه مالته، الموقع مالته ما ينمسح على طول البرنامج مشتغل، وياخذ قيمه ابتدائيه مره واحده ويظل محتفظ بقيمته. فممكن اني اجمع به معلومات واستفاد من عندها بحل الاسئله اللي من هذا النوع.